شذا لازم قبل ما نقول لك صباح الخير وصباحك غير تستقبلينا بضحكتك المعهودة، لأنه ما معقول نشوفك عم تضحكي. نتفائل بضحكتك على بكرة لأنها كتير حلوة. بونجور. بونجور، كيف صحتك؟ تمام، وأنا كتير مبسوطة. نحن أسعد إنه أول شيء أنا بلبنان، اشتقت للبنان كتير، صار لي فترة إنه بروح وبجي، يعني لبنان صرت بقعد فيها يومين ثلاثة. شو السبب؟ التحضيرات لألبومي وكل شيء، فعن جد اشتقت للبنان كتير. بونجور لكل لبنانية، بونجور لإيريك ميراي، أهلا وسهلا فيك الحلوة المحبوبة عند كل الناس وعند كل العالم، وأنا مبسوطة أكون معك اليوم. نحن اليوم بدنا نولع أساس لأنه على طول بتغيبي بس بكون عندك أخبار دسمة. مثل عنوان أغنيتك شعلها، هي الفكرة المقصود فيها عم تشعل النار بهيدا العنوان ولا في معنى تاني؟ شوفي، عم شعل النار، شعلها. شوفي، أنا صار لي من آخر أغنية قدمتها هو بيني وبينك شعلها، كان حيكون هو عنوان الألبوم بس غيرته لأنه كتير انحكى في الأغنية وانحرقت شوي العنوان، فهيدا كان عنوان الألبوم، أنه شعلها، أنه جاية بي أنتوا قصدكم تولعوا النار، نولع فحرقت. برافو عليك. فأنه جاية تشعلها بأغاني حلوة، بأغاني جديد، بستيل جديد من الأغاني. بعد غيبة قدية عم تنزلي هالأغنية؟ لا مش كتير، هلأ آخر سينجل قدمته هو أغنية الساعة. فأنا بعد الساعة دغري كان تحضير الألبوم، فشي 4 أشهر بس في وقت الساعة على هلا وأنا تحضيرات يعني للألبوم، وشعلها هي من أغنية من أغاني الألبوم. نعم، كمان المخرج عراقي. صحيح. بس صورته بلبنان، يعني تحديدا بصيدا، كأنه عم تحاولوا تنقلوا أجواء العراق من قلب لبنان، بس في صعوبة. والله لما تشوفي النتيجة هي أكيد في صعوبة، بس اللوكيشن وكيف نتحضر اللوكيشن وكيف نراح هيدا، ما بتحسي أبدا أنه إحنا بنصور بلبنان. واخترنا سيدة لأنه عن جد لقينا شيء قريب كتير من، لقينا هيدا المنطقة قريب من كتير أجواء، من الأجواء اللي أجواء. من تبع صباحك غير مع ضيفتنا شذا حسون، شو قصة هالمعجب يلي ناطرك من محل لمحل ووراك من مكان لآخر؟ يعني هيدا هوس بشخصيك، هيدا إعجاب بفنك لهالدرجة؟ هلأ منعرف كل اللي بيشتهروا بيصير عندهم هالقد معجبين، بس لهالدرجة بيخوف الواحد؟ شوفي أكيد بيخوف، لأن حقلك ليه، لأنه صار معي مثلا تجربة انه قد ايه بيكونوا بيحبوكي مثلا بشكل كتير كبير، مرات عفوا بتحكي معهم بهيدا، مرات ما بتقدري مثلا تجاوبيهم، او ما بتقدري تكوني عندك شغل، او بتكوني مثلا ما عندك هداك المود انه مثلا تحكي وتسيري، بتكوني مش بمودك. مزبوط. فعندهم حساسية كتير كبيرة الفانز. عندهم المحور الثالث والأخير شذا مهدومي كتير، أسئلة سريعة يعني ما بتلحقي تفكري أو تضحكي. مثل هلأ مثلا عنوان المحور الثالث، شو قصتك؟ يعني شو قصتك مع هالابتسامة؟ هل أنت حدا هالقد مرح؟ هل أنت هالقد حدا متصالح مع نفسه؟ أو هي عادة بحب تضحكي؟ لا أنا شوفي، أنا بحب المرح، بحب الضحك، وبحب اللي يضحكني، وبحب ضحك إن جنرال، يعني فيها هيدا الشيء طبع مرح يعني. إيه عندي هيدا الطابع، هلا مش دائم بس لما بيكون بيحبوه الناس فيها يعني، بس ما بدي أقولك إنه عندي 24 ساعة يعني. لا بيكون في شيء غلط. بس من أصل 24 بركي في 20 تضحكي فيه. لا مش 20، إيه أقل، بس إنه لما بيكون مودي حلو ومرتاحة نفسيا أكيد بيصير عندي قصص كتير كتير بتضحك. شو قصة الغميزات على الكاميرا؟ عندك غميزات لانتبهي؟ ما انتبهتي قبل؟ والله على الكاميرا كتير حلوين. وعن جد؟ ما حدا قال لك؟ لا. طيب هلأ يلا نفتلك نظري. شو قصة مواعيدك المشربكة؟ يا وي بلبنان بقبل 100% بلبنان، لأنه قد العجقة وقد ما بعرف طريق وأنا بحب سوق. هلأ أنت أخذتي على لبنان إنه مين ما بيسأل بقول له عجقة سير. لا لا مش هيك. لا بس عن جد حقلك شيء، أنا ما بحب استعمل كتير درايفر شوفر. بتسوقي أنت؟ بحب سوق يعني، لأنه أنا لما بيجي لبنان بقعد 3-4 أيام 5 أيام أو أقل، ما بسوق كتير يعني، فبحب سوق، فلما بكون عندي موعد
أول شيء مرات مثلاً أنا اليوم جاي على عندكم، يعني بتقولي لي جاي من الأشرفية، جاي من الأشرفية. هلأ ميبي هيدي بتاخد عشر دقايق، بس أنا هلا أعرف وين هيتاشي بالأشرفية. أنت بفتكر كوعتي أول جوني ورجعتي لعنا. إيه، لأنه بضلني أتذكر أنا في الطريق وبتظلني أتذكر وين المحل، فما بعدي مش 100%. يعني حنقلك شو قصتك مع الطرقات. شو قصة انتقال الإقامة من بيروت إلى دبي؟ ما في انتقال إقامة، في من بيروت إلى دبي، من دبي إلى بيروت. يعني بعد إقامتي هنا ببيروت، بس شغلي بحكم ألبومي عراقي خليجي، محتم عليك تكوني هونيك لفترة، محتم عليك يكون لفترة. يعني بروح وبجي بقعد ميبي 20 يوم هونيك، بجي هون أقعد شوي برجع سافر. فبس لبنان ما بقدر، يعني أنا لما بجي لبنان بحس حالي بتنفس. أها صح، حلو. أنه من زمان بتقولي لي هذا بحسه بلد التاني، هون اشتهلت والانطلاقة كانت غير. أنا هونيك بشتغل، هون بتنفس حتى إذا بشتغل، بس بحس حالي اليوم أنا بعمل معك انترفيو، مش جاية أشتغل، أنا جاية اتسلى ونضيع وقت. حلو، عن جد. شو قصتك أنت والأكل؟ قال هالرجع